إن الله يحب المملكة ورجالها الطيبين وأهلها وكل من يسكن بقلبه في أراضيها. وهبها الله وتوجها بأوفى اثنين وأغلى اثنين، أبو متعب وأبو خالد، ضياها اللي يحليها، ضياها اللي يحليها. لأن الله يحب المملكة ورجالها الطيبين وأهلها وكل من يسكن بقلبه في أراضيها. وهبها الله وتوجها بأوفى اثنين وأغلى اثنين، أبو متعب وأبو خالد، ضياها اللي يحليها. لأن الله يحب المملكة ورجالها الطيبين وأهلها وكل من يسكن بقلبه في أراضيها. وهب الله وتوجها بأوفى اثنين وأغلى اثنين، أبو متعب وأبو خالد، ضياها اللي يحليها. تحية ما تليق إلا مقامه خادم البيتين، يخص الغالي عبد الله وتهدي له أمانيها. مليك عز دين الله وعزه ربنا بالدين، تبنى بالسلام أمت محمد وارتقى فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة مرور 81 سنة على توحيد المملكة العربية السعودية، يتقدم النادي السعودي بجامعة بيتسبيرغ كانساس بزف أسماء آيات التهاني والتبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني وللمجتمع السعودي كافة. ولله الحمد في هذه المدينة قمنا بالاحتفالية باليوم الوطني بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا، وقد شاركنا في هذه الاحتفالية عدد كبير من طلاب الجامعة الأجانب ومن المجتمع الأمريكي في المدينة ومن الهيئة التدريسية. وفي الختام أتمنى لكم التوفيق جميعا ودام عزة يا وطن. هذا قسم والله دم العمر مكتوب، الحكم شرع الله والوحدت نقلوب، شعبك يا عبد الله واحد وغير شعوب، شعبك يا عبد الله واحد وغير شعوب. الفرحة هلأ